صغيرة لأي أخت، ما حدا حكى لها إنه هذا اليوم عيد ميلاد أو عيدك، فأنا بدي أقول لك عيد ميلادك. أنا بقول لك على فم الرب، رب يقول لك كل سنة وأنت بألف خير. أشكرك يا رب لأنه بتوصل رسائل من خلال عبدك لناس محتاجة إنه تسمعها منك. أشكرك يا رب في اسم يسوع المسيح يا رب، اطلقنا بالتعليم واطلقنا بالبركة واطلقنا بالصلاة الآن في قوة وسلطان اسم يسوع. آمين آمين آمين. بعدكم جميعا زي ما حكيت، هذا اليوم درسي راح يكون مركز شوي. حكينا كثير عن أمور يعني تعلمنا من خلالها، لكن اليوم راح أخذ درس. مضمون الدرس بداية أقول هو يتكلم عن نوع من أنواع السحر. هذا النوع غامض. شو غامض يعني؟ يعني ما حدا يعرف في بعض الأوقات أنك أنت تتعرض لهذا النوع من الأسحار، لأنه علاماته مش العلامات اللي إحنا تعودنا أنه نحكي فيها. يعني مثلا تشوف حلم بأفعى، لا مش راح أحكي عن هذا الموضوع. أو في علامات مثلا وجع بالظهر أو شيء آخر، لا. اليوم راح أتكلم عن السحر اللي يختص بالمؤمن، بالمؤمن يعني واحد مخصوص للمؤمن، مش راح أتكلم عن إشي براءة الإيمان. خلوني أبتدي بداية أفتح الدرس أمامكم حتى نسجل مع بعضنا كل الأشياء اللي راح نتعلمها هذا اليوم بنعمة المسيح. العلامات التي تشير إلى كونك تحت تأثير السحر، كيف تقوم بإزالة وإيقاف تأثير السحر من حياتك؟ هل تشعر وكأن هناك شخص ما يقوم بعمل السحر ضدك لكي يعرضك للعنات أو يسحرك لكي يؤذيك؟ هناك بعض التعاليم الكتابية الذي يمكنك استخدامها لكسر لعنات السحر. سوف ندرس في هذا اليوم مجموعة من العلامات الداخلية والخارجية يمكنك من خلالها أن تميز كونك قد تعرضت للسحر، وهذا الدرس خاص في المؤمنين فقط. قبل ما أدخل للدرس، إحنا اجتزنا في مرحلة من التعليم، أخذنا المرحلة الأولى والثانية والثالثة واليوم هو الرابعة، بس راح أحكي قدامك فقطك بسرعة وأرد على بعض الأسئلة المحيرة لكثير من المؤمنين اللي يسأل هذه الأسئلة. مثلا هل يمكن أن تدخل أرواح شريرة في المؤمن ويصاب باللعنات؟ إمتى ممكن تدخل أرواح شريرة بالمؤمن؟ إذا كانت أبواب مفتوحة، هل كان ممكن تدخل للروح؟ لا، ما تدخل للروح، تهاجم الجسد بالأمراض وتهاجم الأفكار. واليوم راح نشوف ما معنى دخول هذه الأرواح. هل هذه باب للعنة؟ نعم نعم، باب للعنة ما دام في أرواح شريرة وما دام في هجمات شيطانية وما دام قدرته توصل للجسد والنفس، إذا هي لعنة، وكلمة لعنة معناها شر. السؤال الثاني كذلك ردينا عليه في كثير من الأوقات، هل يمكن أن تنتقل الأرواح الشريرة بين المؤمنين المحررين وقت التحرير؟ يعني أنت عم بتحرر شخص، هل ممكن الروح الشريرة يطفر من هذا الشخص ويدخل فيك؟ الجواب لا. هل ممكن يدخل في شخص آخر موجود بالمكان؟ نعم، إذا كان في حالة أنه في روابط مشتركة بين الاثنين اللي أنت عم بتحرره والشخص اللي ماسكه أو ماسك جنبه، مثلا يكون أخ أو أخت عنده أبواب مفتوحة، ممكن الأرواح تختبئ فيه بسبب تشارك اللعنة أو تشارك الماضي ما بين الاثنين. السؤال الثالث كذلك اللي احنا بدنا نرد عليه، هل يمكن أن الأحلام المزعجة ودلالاتها في المؤمن وتكرارها، يعني لو مؤمن بيشوف أحلام جنسية وتكررت، أو بيشوف أحلام أموات وتكررت، لو بيشوف أشياء مغروسة في ذهنه ولكن كلمة تكررت لازم تكون موجودة مش مرة واحدة، أحلام المزعجة، الأحلام الجنسية، أحلام الأموات، أحلام الحيوانات، كلاب، قطط، عناكب، أي شيء من هذه، حية، عقرب، وش اللي هذا كله، هل ممكن أنه يكون هذا علامة للمؤمن أنه في أرواح شريرة داخلة في نطاق الجسد والنفس؟ نعم، ممكن يكون علامة لهذا الموضوع.
واليوم راح نتطرق، هل يمكن أن يصاب المؤمن بالسحر ويتأثر به؟ وما هو السحر الذي يؤثر بالمؤمن؟ فخلونا نركز، ولو في أسئلة ممكن نأخذها في نهاية درسنا لهذا اليوم. طيب، بداية، نحن اليوم في الجزء الرابع، السحر واللعنات التي تصيب المؤمن. خليني أخلي قدامك مجموعة أسئلة هامة جدا، لو أنت تعتقد كمؤمن أنك تعرضت وما زلت تتعرض أو لديك علامات السحر. بداية، يجب معرفة ما إذا كنت واقع تحت لعنة أم لا. كل مرة تتعلم، تعرف، تميز، راح تقدر تكتشف الأشياء اللي أنت بتجتاز فيها، وبالتالي تقدر تتحرر بسهولة. تقدر أنت تحرر نفسك كمؤمن ممسوح، وتقدر تستعين بخدام ممسوحين يساعدوك في عملية التحرير. خلي قدامك هذه الأسئلة، إذا أنت اليوم في خدمة أو خادم أو على حياتك دعوة، ولكن عم تتعثر، أو أنت عم بتفكر أنه أنا ممكن الأشياء اللي عم تحصل معي نتيجة حدا عامل لي سحر مثلا. راح نخلي بعض الأسئلة، هناك بعض الأسئلة الهامة يجب أولا أن نرد عليها لكي نحدد الجواب. مش عارف مين اللي فاتح المايك، خليني أطفي أوكي جود. طيب، لماذا؟ خلي قدامك هاي الأسئلة. هل هناك أي شخص لديه سبب للعنك أو ليسحرك؟ هذا أول سؤال لازم تفكر فيه. لو أنت فكرت أنه في سحر على حياتك، فكر هل يوجد شخص مثلاً صار بينك وبينه مشاهد، صار بينك وبينه أمر معين، صار بينك وبينه أي ظرف معين، تتوقع أنه يكون هذا الشخص يدخل في مجال أنه يقوم بعمل سحر ضدك أو بعمل لعنة ضدك؟ لماذا؟ اسأل نفسك السؤال الثاني، لماذا أنت تفكر؟ لربما تكون قد تعرضت للسحر أو اللعنة، ما السبب؟ ليه هاي الفكرة موجودة في رأسك؟ هاي مصدر الفكرة، هل من الرب؟ أو هذه مصدر الفكرة من العدو؟ أو هي فكرك أنت الشخصي بسبب دخولك في مجالات تعليم عن السحر أو متابعتك لفيديوهات معينة؟ بعض الأوقات تشعر نفسك كأنك أنت العلامات هذه الموجودة تخصك. هل هناك شخص ما يتمنى لك المرض والموت أو الخسارة؟ ولماذا؟ كل هذه الأسئلة من غير المعتاد أن تلعن من قبل شخص لا تعرفه. خلي هاي أيضا نقطة ببالك، لا تدور برا. لذا فالاحتمالات إذا كنت ملعون أو مسحور فذلك لأن الشخص تعرفه لديه مشكلة معك. ليه بخلي هذه الأسئلة عادة وبسأل نفسي هذه الأسئلة؟ لما أرد على هذه الأسئلة وأرد بشفافية بيني وبين نفسي أو بيني وبين الرب، راح أقدر أصلح مواقفي مع الآخرين. لو أنا عندي شخص عنده سبب للعني لأي سبب من الأسباب، مثلا صار بيني وبينه حوار سرقة، صار بيني وبينه نقاش معين، سلب معين، فأنا لعنته لأي سبب من الأسباب، أنا لما أرد على هذا السؤال رح أقدر أفهم الأمور اللي بتحصل معي. والسؤال اللي أنا قلته أيضا، ليه أنا بفكر؟ مين اللي زرع في مخي فكرة أنا مؤمن؟ يعني أنا بتكلم طبعا رسالتي للمؤمنين، أنا مؤمن، طب ليه بفكر أنه أنا أكون تحت سحر؟ ليه بفكر هذا التفكير؟ مين رمى علي هذه البذور؟ النقطة الأخرى، هل هناك شخص ما يتمنى لك الموت؟ هل أنت تعتقد في شخص وأنت مؤمن ابن للرب أو خادم أو على حياتك مسحة؟ هل تعتقد؟ هذه الأسئلة أنا بس بحرك جواتك حتى أنت تقدر تطلع من فكرة أنه أنا مسحور أو في شياطين أو موجود على حياتي شياطين. النقطة الأخرى الأخيرة، لو أنا النقاط الثلاثة الأولى وجدت فيها نعم نعم نعم، أجعل النقطة الأخيرة، أين أبحث؟ مش رح يجي شخص غريب يلعنك، مش رح يجي شخص ما يعرفك يقدم لك سحر. لابد من وجود علاقة، لابد من وجود قرابة، لابد من وجود شخص من نطاق الدائرة اللي أنت موجود فيها يكون له العمل أو الدخل في هذا الموضوع. فيما يلي الأنواع الأكثر شيوعا من العلامات التي قد تشير إلى وجود سحر عليك، لنبدأ الدرس الآن. رح خلي قدامك خمس علامات. هذه العلامات إذا موجودة عندك هي العلامات الأكثر شيوعا. رح أحاول أجيب لك كل علامة من العلامات كمؤمن في آية من كتاب المقدس حتى أنت تفهم بالضبط شو بيحصل معك. العلامة الأولى هي علامة مهمة جدا،
المؤمن، المؤمن الذي يسقط تحت العلامة الأولى التشويش أو الارتباك المستمر. أنا مؤمن لكني تحت تشويش، تحت ارتباك مستمر. 1 كورنثوس 14 33 يقول لأن الله ليس إله تشويش، الله ليس إله تشويش بل إله سلام، إله سلام. إن كان الله ليس إله تشويش، إذن التشويش يأتي من إله آخر. التشويش يأتي. ليه أنا سميت السحر؟ ليه أنا بقول السحر الذي يخص المؤمن؟ لأنه راح تشوف اليوم، راح تكتشف أن واحد من فروع السحر هي مش بس الحجابات والذبائح والدم والتضحيات، لا، لكن واحدة من أسلوب السحر اللي معناها شخص يطلق عليك كلام وأنت تستقبل هذا الكلام ويؤثر فيك كمؤمن. لو أنت مؤمن مشوش مرتبك ارتباك، يعني ما معنى مشوش ومرتبك؟ خلينا ندخل أكثر في العمق. يمكن أن تعرف هذا، هل أنت مصاب بالتشويش أو الارتباك، من خلال أن تسأل من حولك. اسأل من حولك، شوف الناس اللي حولك، شوف الناس اللي قريبين منك أو يخصوك. اسأل هدول الناس، قل لهم هل أنا شعرين فيي أنا إنسان مشوش؟ خلي الناس اللي من حولك تميز لو أنت شاعر أو أنت بتجتاز في مرحلة من التشويش أو الارتباك بالأفكار. اذهب لراعي كنيستك، القائد الروحي إلك، اسأل أصدقائك الأمناء عن الوضع اللي هم شايفك فيه، لأن أنت مش راح تشوف نفسك بقدر ما يشوفك الآخرين. كيف أعرف أني أنا مشوش؟ عندما تسقط كل مرة بقراراتك ولا تعرف أن تتخذ قرارات صحيحة فأنت مشوش. كل مرة خسارة، كل مرة مشكلة، ونفس المشكلة تتكرر أكثر من مرة، قرارات غير صحيحة، كثير النسيان لأمورك الشخصية. ناس كثير تتصل فيه يقول صلي لي لأني أنا بنسى نسيان كثير، أنا دائما بنسى، أنا دائما مش بفتكر الأشياء. أنا مش بتكلم عن ضغط العمل وضغط المسؤوليات، لا، أنا بتكلم عن شخص مؤمن قرارات غير صحيحة، كثير النسيان للأمور اللي تجري معاه، كثير النسيان أين يضع الأشياء، مش قادر يتذكر أين وضع الأشياء مثل مفاتيح سيارته، ينسى المواعيد المهمة، ينسى الكلام اللي يطلقه ويوعد به الآخرين، ينسى الوعود أو العهود اللي نطق فيها مع الآخرين. لو أنت تنطبق عليك هذه الصفات معناها أنت مشوش من إله آخر وليس من الرب، لأن الرب ليس إله تشويش. انتبه، ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأن هذه جاي الكلمات من خبرة قديمة ومن خبرة فعلية مع ناس كثار يذكرون إلي هذه الصفات. لما درست هذا الموضوع، درسته طبيا ودرسته روحيا، اكتشفت روحيا هذا واحد من أنواع السحر اللي يصاب به المؤمنين. مؤمن مشوش، مؤمن مرتبك، مؤمن كل يوم تبوا على التكرار دائما القرارات ليست صحيحة، ليست بالوقت المناسب ولا بالطريقة الصحيحة ولا بالكيفية الصحيحة. يكثر عليه علامات النسيان، يكثر عليه حتى الأشياء البسيطة اللي يخليها في البيت ينسى هذا الموضوع بتكرار، يعني مش مرة واحدة ومرتين وخلص، لا، دائما 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 عنده فكرة النسيان. ينسى المواعيد، عنده موعد يطلع ينام، ينسى المواعيد، ينسى ما نطق فيه كلماته، ينسى اللي خرج من فمه، ينسى كل الأشياء اللي هو نطق فيه أو تحرك فيها من حياته. دائما في حيرة، سقوطك المستمر في الحيرة ولا تعرف أن تتخذ القرارات المهمة أو حتى البسيطة. هذا النوع الأول يأتي بالأغلب نتيجة لأبواب مفتوحة من الأجيال السابقة مارسوا أعمال السحر، وبسبب السحر أصبحوا تحت لعنة التشويش المستمر. تبه هذا الكلام، يمكن أول مرة تسمعه ومش راح تسمعه من حدا ثاني.
بعض الأوقات تظن التشويش اللي عندك أو عدم اتخاذ القرارات الصحيحة ناتج عن عمر، ناتج عن ضغط، ناتج عن لا. لما درست الموضوع اكتشفت أنه هذا النوع من الأنواع اللي بحكي لك عنها اليوم هو منتقل. راح تلاقي أيضا الأب أو الأم، الجد أو الجدة، بيعيشوا بنفس الطريقة من الحيرة، من الضياع، من التشويش، من القرارات الخاطئة، فتنتقل هذه عبر خط الدم من الأكبر إلى الأصغر، وتجي عادة نتيجة لوجود سحر بالعائلة. واحد من الأسحار اللي بيضر العائلة مش بس الطلاق والزواج ولا الغنى ولا المال ولا الأفاعي ولا الأحلام المزعجة، لا، واحد من الأسحار اللي يستخدم ضد المؤمن هو التشويش. يشوشك سحر التشويش، خليه جواتك. هذا أنت أول مرة تسمع مني هذا التعليم، سحر اسمه سحر التشويش، يشوش أفكارك. أنت ينتقل عبر خط الدم، تلاقي مؤمن مشوش بالأفكار. يجب أن تتذكر ما دام أخذنا الآية الله ليس إله تشويش، إذن التشويش هو الشيطان. بمعنى التشويش معناها أنه يخلط الأمور براسك، مش عارف كيف تتصرف. كل ما تلاقي نفسك بجهة معينة تلاقي نفسك بنفس الوقت بتفكر في موضوع ثاني، يخلي راسك ما يستقر في أمر معين، مش قادر تستمر، يخلط الأمور في رأسك ليمنعك من اتخاذ القرارات الصحيحة أو يؤجل قراراتك وينسيك مواعيدك وينسيك الأشياء اللي أنت بدك تعمل فيها قرارات. هذا سحر متناقل عبر خط الدم، هذا السحر اسمه سحر التشويش اللي يجي ممكن يوصل إلى المؤمن ويعمل مشاكل للمؤمن. لذلك عندما تكون مشوش أو أفكارك منقسمة يجب أن تبحث أين هو العدو، أين مختبئ إبليس. إحنا ما نفكر أبداً لما نكون مشوشين، ما نفكر إنه هذا ممكن يكون من العدو. لما أنت تكون مشوش مقادر تعمل قرار، أفكارك منقسمة، أفكارك مقطعة، كأنه براسك إشي مش مزبوط، أول شيء لازم تفكر فيه بأي مكان يختبئ العدو. وين مختبئ إبليس؟ لما تبحث عن العدو، لما تعرف سبب التشويش، لما تعرف ليه أنت مشوش، لما تعرف اليوم وتخلي جوادك أنا مشوش وراثيا، أبوي كان مشوش، جدي كان مشوش، أنت عرفت بالضبط إنه هذا التشويش لبحياتك اللي أنت عمرك ما فكرت فيه ممكن يكون لعنات متوارثة، ولا عمرك فكرت فيه إنه ممكن يكون سحر. لما تبتدي تفكر راح تجي بمباشرة للعدو اللي مختبئ في العائلة، وتقدر تخلص من التشويش والضياع اللي أنت فيه. لما تبحث عن العدو هذا راح يساعدك جدا بالتخلص منه، حتى في الخدمات والكنائس ترى تخبط كثير من التشويش، كنائس مليانة بالتشويش. تدخل كنيسة ما تفهم ولا شيء، تدخل وتطلع ما في أي شيء، كله تشويش على حياتك. لماذا؟ لأنهم ما يعرفوا أين يختبئ إبليس. لذلك ترى الخدمات من دون ثمر، وبدل أن يأتي السلام والفرح يأتي التشويش والانقسام داخل كنيسة. ارجعوا للآية، الله ليس إله تشويش، بل شو؟ إله سلام وفرح في كنائس الله. لما أنا كنيستي فيها تشويش لازم أفكر هذا موضوع مهم جدا، هذا موضوع في حد جوات الكنيسة مختبئ فيه العدو وفي لعنة، والشيطان قادر يشوش على القادة الروحيين في الكنيسة، لذلك الكنيسة بطل فيها ثمر، بطل فيها سلام، بطل بها فرح، بطلت الأشياء اللي تخلي الروح القدس يعمل جواتها الكنيسة. ما هو السبب؟ السحر أو سحر التشويش أو السحر المتناقل عبر التشويش. لذلك الموهبة الوحيدة اللي تكتشف من خلالها التشويش، والموهبة الوحيدة اللي تقدر تقاوم فيها التشويش، الاكتشاف للتشويش، هو موهبة تمييز الأرواح. مقاومة التشويش كل الكنائس تقول لك
لا تحكم ألسنة، لأنه الألسنة هي تشويش. تعرفوا الحل للتشويش؟ هي الألسنة. أعطيكم بعد شوي آيات. أهم موهبة يجب أن تعمل في الكنيسة هي موهبة تمييز الأرواح، لأنها يمكن أن تكشف أين رمى العدو في الكنيسة بذار التشويش، الغضب، النجاسة، الارتباك. كثيرين كما قلت سابقا مشوشين في الكنائس، يدخل اجتماع، نهى الاجتماع، شو فهمت؟ ولا شيء. ليه ما فهمت؟ أنا كنت طول الاجتماع راسي مليون فكرة. أنا أدخل الاجتماع أبتدي أفكر بأشياء كثيرة، هذا اسمه تشويش، هذا اسمه الروح، اسمه روح التشويش. يا أما يهاجمك بأفكار جنسية، خيالات غريبة، انقسام على المكان، وسرقة، وديون مادية، وكل اللي يخدم تلاقي مشكلة إنه المكان كله حاصل فيه نوع من التشويش. أنت نفسك بتقول إمتى نخلص من هذا التشويش وهذا الارتباك وهذه الفوضى الموجودة جوات هذه الكنيسة. الكنيسة، تبعوا على كلامي، مكان سلام وفرح للمؤمنين بالروح القدس. الكنيسة مكان تواضع والارتقاء الروحي في محضر الرب. لذلك لا تخمن من قام بزرع التشويش، بل اطلب من الروح أن يكشف لك أين يختبئ إبليس. اسمعوني، بعض الأوقات احنا نبحث عن الناس المشوشين أو اللي يعملوا تشويش، مش رح ينفع، مش رح تلقط. لازم تبحث عن أين يختبئ إبليس. لازم تبحث عنه. نقطة البداية، نقطة المركز، النقطة الأساسية هي السحر المعمول لأجل إطلاق التشويش جوات الجماعة أو جوات حياتك أو جوات الكنيسة. ابدأ بالصلاة. لما تلقط المكان اللي إبليس زرع فيه الزرع تبعه في المؤمنين، ابتدي بالصلاة، الانتهار والتقييد، وطرد روح التشويش. مش عارف لو أنتم منتبهين على خدمتنا، عادة لما أخدم في الكنيسة أو أخدم على الزوم أركز بالصلاة، أنتهر روح التشويش، روح الضعف، روح النعاس، روح الارتباك، روح عدم التركيز. ليه؟ لأن هذه الأرواح اللي تشتغل بالمؤمنين، هذه الأرواح اللي تشتغل في المؤمنين. جاي الكنيسة متحمس، أول ما دخل الاجتماع ضاع، نام، ثور، كأنه داخل فندق، كأنه داخل حمام سباحة، تلاقي راح من إيدك. ليه؟ لأنه سحر اسمه تشويش الارتباك داخل على حياة هذا الإنسان. طبق الشيء نفسه في بيتك مع أولادك. هل أنا شايف ابني مشوش؟ هل بنتي مشوشة؟ هل في أنا مشوش بالعمل؟ أنا مشوش بالعلاقات؟ كل مكان تلاقي فيه كلمة ضياع، تشويش، مش عارف تعمل قرار، مش عارف تمسك سلطانك، مش عارف تصلي، مش عارف يكون لك موهبة تمييز أرواح حتى تكتشف، أعرف أنه العدو قدر يخترقك كمؤمن بروح شريرة اسمها روح التشويش. من وين جبنا هذا الكلام؟ من كورنثوس الأولى. إلهنا ليس إله تشويش في كنائس الله، بل إله فرح وسلام. ندخل أكثر. النقطة الثانية، غير التشويش في نقطة أكثر بعد ما نهتم إلى وما نفكر فيها. النقطة الثانية، عدم التركيز والانتباه. أنا قلت اليوم موضوعي مختلف، مش راح أحكي لك أنا أفاعي وأسحار ومقابر وحجابات، لا، بحكي لك مباشرة اللي بيحصل في حياتك كمؤمن أو في كنيستك أو في بيتك أو على المستوى اللي أنت عايش فيه. عندما تتعرض للسحر فما يحدث في عقلك، تبدأ الأفكار تزدحم، تدافع. عارف لما تطلع في مكان ازدحام، مكان مثل مثلا قطار أو سفينة أو مكان هيك في ناس كثير عجقة، لما تدخل للمكان إشي يدافع واحد يدفع الثاني. هذا النوع من الأرواح اللي يجي نتيجة أعمال السحر، وظيفته عدم التركيز،
ما يخليك مركز، ما يخليك منتبه. راح تقول لي غريب، معقول يعني هذا الكلام اللي عم تحكي؟ نعم، عقلك يحدث في عقلك، تبدأ الأفكار تزدحم طول الليل، أفكار كأنه تتدافع جوات عقلك الأفكار. مشكلة في التركيز على المهام اللي عليك أن تفعلها، مش عارف تعمل المفروض أنك أنت تعمله، مش قادر تركز لا على خدمتك لا على بيتك لا على أولادك لا على صحتك لا على علاقاتك، مش قادر تركز. المهام اللي إلك، الدعوة اللي إلك، اللي أنت لازم تعمله للملكوت، أنت مش قادر تركز عليه. مشكلة في التركيز على المهام التي عليك أن تفعلها والتي تختزنها في عقلك، تشعر كأنه عقلك يتحرك في قطار لنقل الركاب. سامع عن قطار نقل الركاب؟ كان شيء بيدور براسك وجوات هذا اللي بيدور في ناس، لا تعرف أن تركز على شيء، وهذا ينعكس على قراءتك، سماعك الكتاب المقدس والوعظ. ناس كثير تقول لي أنا مش عارفة أمسك سلطاني من جهة التعليم أو الدراسة أو التأمل أو القراءة أو أسمع الكتاب، مش قادر عندي شياطين. عندك شياطين. شو اسم الشيطان؟ شيطان عدم التركيز. كيف إجا هذا الشيطان؟ بسبب سحر. كيف إجا هذا السحر على حياتي؟ ممكن يكون هذا متوارث، ممكن يكون العدو أطلق عليك هذا النوع من الأرواح حتى تبطل تقرأ، حتى تبطل تسمع، حتى تبطل أيضا توعظ وتمسك سلطانك. تجد نفسك غير قادر على التركيز على الكلمة أو الوعظ. الوعظ بيتكلم أنت في عالم آخر، بدك تقرأ الكتاب المقدس، أول ما تفتح الكتاب المقدس تلاقي نفسك ضعت، أو حتى تواجه تعب شديد عندما تقوم بكتابة. لو طلب منك تأمل، طلب من عندك درس، طلب من عندك أشياء بسيطة، تلاقي نفسك بتجاهد وبتصارع وتأخذ وقت طويل. ليه أنا عم بعمل هذا الشيء؟ لأنك واقع تحت روح اسمه عدم التركيز. حتى الناس اللي معي على الزوم، بعض الأوقات رح تلاقي عقلك يأخذك بعيد عن كلامي. أنا بكلمك بصوت عالي وجالس أمامك وأنت أمامي، لكن تلاقي عقلك ثواني خطفك مكان آخر، أخذك مكان ثالث، أخذك مكان رابع، مو قادر أنك أنت تركز معي في الزوم، ورغم أنه صوت عالي لكنه أنت مو قادر تسمع ولا قادر تقرأ الكلمات اللي أمامك. وتخلي دائما سؤال، ليه أنا عم يحصل معي هذا الموضوع؟ أنا مش عارف ليه مش قادر أركز. تعرف ليه؟ لأنك مسحور. هذا ينعكس بشكل قوي ومباشر على الناس اللي يحبون أو يرغب أنه يسمع صوت الله. أنا مش قادر أسمع صوت الرب، أنا مش قادر أكون تحت قيادة الروح القدس. تعرف ليه؟ لأنه العدو أرسل لك روح اسمه عدم التركيز والانتباه. أنت وبتسمع صوت الله يهاجمك فكرة، أنت وبتسمع صوت الله يهاجمك روح نجاسة، أنت وبتسمع صوت الله يهاجمك وجع في جسدك، أنت وبدك تسمع صوت الله يحصل تليفون، يحصل فلان ضرب الباب. ليه؟ لأنه العدو بيحرك الأجواء حواليك كمؤمن حتى يهاجمك بروح اسمه عدم التركيز أو عدم الانتباه. أغلب الأشخاص المسحورين تجدهم يواجهون صعوبة في سماع صوت الله والتركيز على ما يقول الرب، وإن قدر يسمع يجي العدو يشوش عليه. سمعت صوت الله، أديها الكلمة حلوة، الرب سمعني وأنا فرحان إن الرب سمعني كلمة أو انطاني معلومة. أنت صح تغلبت على اشتغلة التركيز وأخذت الكلمة، لكن العدو مش رح يتركك، رح يشوشك. طب كيف؟ هذا إلي ولا مش إلي؟ هذا الموضوع يخصني ولا ما يخصني؟ هذا ممكن صوتي ولا صوت الروح القدس ولا صوت الشيطان؟ كتنتبه كيف يشتغل العدو؟ لما أنت تدخل في التشويش مع عدم التركيز، راح تكون أغلب قراراتك تطلع بالمشاعر وما تطلع بالروح القدس ولا تطلع بالإطاعة لصوت الرب، لأنه خلص قدر العدو أن يسرق من عندك صوت الله في حياتك.
لذلك أغلب قراراتك تجدها بالمشاعر وفيها الكثير من التسرع والندم وعدم التركيز. ليه؟ والسبب هو وجود سحر في حياتهم لم يكسر بعد. لذلك يوصينا الكتاب بالتركيز والانتباه في بطرس. لاحظ شو يقول لنا الكتاب. أنا قلت كل نقدر راح أحكي راح أعطيك آية عليه. بطرس يقول هاي الكلمات، يقول ركز وانتبه، اصحوا واسهروا، معناها ركز وانتبه، ركز وانتبه، لا تتشتت. ليه؟ لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر. شو بده يعمل إبليس؟ بده يخليك نايم وخليك غير منتبه. اصحوا يعني انتبه، افتح عينك، ركز على الشيء اللي أنا بدي أعطيك إياه. إبليس ما بده إياك تسهر، مش سهر معناته تطول تنام ساعة ثلاثة بالليل مثلي، لا مش هذا الكلام. اسهروا واصحوا يعني انتبه وركز. ليه؟ لأنه إبليس خصمكم أطلق أرواح شريرة، أرواح سحر على حياتك حتى يبتلعك بهذا القطار اللي أنا حكيت عليه بالأفكار. تجي تنام راسك صاير طبل، بنقول باللغة العربية راسك هيك كأنه طبول، راسك كأنه قطار عم يمشي فيه، راسك كأنه مش قادر حتى تفكر، بدك بس تنام خلص. وصلت للآخر، تصحى ثاني يوم عندك قرارات، عندك التزامات، تنسى، تتشوش. هذا معناه أنت دخلت في مجال اسمه السحر اللي وجهه العدو ضدك. أعيد كلمة سحر. السحر معناها أني أنا أستقبل من الأرواح الشريرة وأطلع كلام من فمي. أستقبل اسمه سحر، أطلع كلام اسمه عرافة أو عيافة. فلما أنا بستقبل سحر وأطلع قرارات غلط، أطلع قرارات مشوشة، أطلع قرارات فيها تعب إلي والآخر. لذلك إن كنت تواجه مشكلة في التركيز والانتباه، كأنك متعلق بأي شيء ولا تعرف ماذا تفعل. ناس كثار، نقول باللغة العامية، روجة تجيبك وروجة تاخدك. كتاب قال في يعقوب هيك إنسان لا يأخذ شيء من الرب. ليه؟ لأنه رايح جاي بده حدا يقوده. مع العلم المفروض أنت كمؤمن قائد، أنت كمؤمن عندك مكان الرب يعطيك تركيز، يقول لك ركز، اصحى اسهر، انتبه على حالك، وأنت مش قادر فتعتمد في قراراتك على الآخرين. تحتاج دائما إلى سماع كلام الآخرين ليقودوك. أنا أقول لك كلمتين تمشي خلفي، فلان يقول لك كلمتين تتركني وتمشي خلفه، ثالث واحد قال لك كلمتين تتركه وتمشي خلفه. وأنت كمؤمن بهذا عدم التركيز، هذا التشويش اللي أنت به، أنت تعاني من السحر. لازم تتحرر من روح عدم التركيز أو الانتباه. نقطة رقم ثلاثة، الشخص المسحور يفضل أو يريد أن يختبئ دائما في مكان منعزل لوحده، لا يحب أن يكون وسط الآخرين. أقول هذه الكلمات بأبسط، ممكن تكون أنت بالأساس يعجبك الكنيسة، يعجبك الأخوة، كنت تحضر اجتماعات، دخلت في مجال إطلاق هذا النوع من السحر عليك، دخل روح تشويش مع عدم تركيز أو عدم انتباه. الخطوة الثالثة اللي يشتغل فيها العدو يخليك تشعر بالملل، بالضجر، خليك تشعر بأنك ما بدي أرد على حدا، ما بدي أحكي معه، ما بدي أطلع كنيسة، ما بدي أكمل، ما بدي ما بدي ما بدي، بدي أقول تكوني لحالي، بدي أبعد حالي فترة من الوقت، ما بدي أكون وسط هذول الناس. ليه ما بدك تكون؟ ما أنت كنت معاهم صار لك سنين. لا، شي جواتي بعقلي أنا مش عارف ليه أنا ضايع. ولما يزيد العدو حصار عليك، يا رب ريحني، خدني، يعني شو فائدتي؟ هل ممكن أكون أنا خادم مستخدم وأنعزل بهاي الطريقة؟ أعطيك شاهد، أنا قلت رح وعدتك أنه أعطيك شواهد. اسمعوني، روح إيزابل هو أكثر روح مسؤول عن حرب الكنيسة وحرب المؤمنين، جميعنا نعرف هذا الحكي. روح إيزابل هو مسؤول أيضا في السحر، هو اللي بيتحرك على المؤمنين المستخدمين حتى يخلي المؤمن يختبئ
خلي المؤمن ما عنده رغبة، يخلي المؤمن ما عنده القدرة، مل، يتعب، ينعزل، خليني لحالي، ما بدي أكفي. نعطيك آية، لما تعرض إيليا للتهديد من إيزابل، الساحرة معروفة إيزابل ابنة كاهن السحر، أرسلت إيزابل كلمات تهديد محملة بالسحر. اسمعوني، هذا الكلام هام جدا، من هلا راح تطلع لازم تركز على كلامي 100%. لما يتكلم معك شخص عنده إيزابل، انتبه، شخص ممكن يكون مؤمن، ممكن يكون من العالم، محمل بروح إيزابل، الكلام اللي راح يحكيه لك أو عليك بحضورك أو بغيابك، بحضورك أو بغيابك، شو يحصل؟ هذا الكلام يعتبر، احنا قلنا السحر هو استقبال كلام، يعتبر هذا السحر أو هذا الكلام اللي تطلقه إيزابل من أشخاص أو بشكل هي تطلقه أو وصل إليك، يعتبر سحر من إيزابل. كل اللي عملته إيزابل، قالت لإيليا، أرسلت إيزابل كلمات تهديد محملة بالسحر لإيليا. لاحظ كلام إيزابل للنبي إيليا، وشوف شو حصل بهذا الرجل المستخدم. قبل دقائق قتل 450 شخص، أنزل النار، عمل معجزات، ما خلى شيء، حكيت عنه الأسبوع الماضي بالرسالة تبعي، شو عمل من نشاط وكيف كان يصلي وكيف نزل المطر و و و اسمع، كل اللي عملته إيزابل مجرد أطلقت كلمات مسحورة. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا، مش هي اللي حكت وجه لوجه، أرسلت له شخص تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد. التهديد، السحر، إن لم أجعل نفسك كنفس واحدة منهم في نحو هذا الوقت غدا، بكرة مثل ما أنت ذبحت الأنبياء، مثل ما أنت موتت، أنا حموتك. لعنت إيليا بكلام موت. إيليا كان المفروض كيف يتصرف؟ إيليا كان المفروض يمسك سلطانه، لكنه واحد من الناس اللي يشبه إيليا يقول لك طب أنا إيزابل ما بتقدر علي، أنا كلماتي على إيزابل تنزل سيوف. صح، بس هل ممكن إيزابل تلف عليك؟ هل ممكن إيزابل وللث والشياطين هذه تلعب معك لعبة؟ نعم، أنت لو جت إيزابل وجه لوجه راح تقاومها، مثل إيليا لو إيزابل طلعت لإيليا أنا متأكد كان ذبحها مثل ما ذبح أنبياء البعض. لكن شو حصل؟ لفت، أرسلت شخص، أرسلت، خلينا أوسع دائرة نطاق الكلام، أرسلت مؤمن محمل بكلمات من إيزابل، أرسلت خادم، أنا عم بضرب على الوتر الحساس وبتكلم كلام تحت الجلد، اسمعوني، هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد. أنا قوي، مين إيزابل؟ ما عندي أبواب مفتوحة. أنت تفتكر الأبواب المفتوحة هي بس الزنا والنجاسة والسحر والخطايا؟ لا 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 لا، إيزابل عندها 9 وجوه، اليوم رح أكشف لك واحد من الوجوه، أنه كيف تطلق على حياتك شياطين من خلال مؤمنين أو قدام أو ناس تقابلها بأي مكان، كنفس واحد منهم نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك، شوفوا اللي حصل بإيليا، قلت لما أنت تلعن بالسحر من شخص وأنت مؤمن مثل إيليا الممسوح الناري، شو يحصل؟ قام ومضى لأجل نفسه، ترك الدنيا كله وانعزل، أتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، هذا الغلام اللي كان يشوف المطر، تركه، ما بدي رقيب، ما بدي حدا. ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة، شو عمل؟ وطلب الموت لنفسه، خذني وريحني، شو فائدتي؟ شو موضوع إيليا؟ وقال قد كفى، تعبت من الناس، تعبت من الغلام، تعبت من الناس اللي حواليا، ما بدي أرد على تليفونات، جوزوا مني. وقال كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خير من أبائي. لاحظ سلوك إيليا،
عندما استقبل كلمات السحر واللعنة من فم إيزابل، المواجهة ما تمت. إيزابل لا جابت له حلم جنسي، ولا جابت له زوجة روحية، ولا جابت له تنين، ولا. شو عملت؟ وجه آخر من وجوه إيزابل أتت بكلمات لعنة على فم إنسان، بس انعزل عن خدمته، ذهب بعيدا، رغب بالجلوس لوحده هربا من إيزابل، تعب من الآخرين والتواصل معهم، تعب من الخدمة، فقد لذة وجوده وسط جماعة الرب، طلب الموت لنفسه. ما عم بستلذ وسط المؤمنين يا عمي، ليه؟ تعرف ليه؟ إيزابل أطلقت سحر باتجاهك. خليني أشرب شاي. إيزابل سرقت منك اللي حكيناه في واحد كورنثوس، إلهنا ليس إله تشويش بل إله سلام وفرح في جميع كنائس القديسين. سرقت سلامك، سرقت فرحك إيزابل، واللي أنت عقلك لا ما ممكن توصل لإيزابل. أنا محمي يا عمي، شوف اللي بيحصل معك. لو هذه الصفات انطبقت عليك أعرف أنت دخل عليك سحر من مكان أنت ما بتعرفه. ممكن حتى الشخص ممكن ما حكى قدامك، ما حكى أمامك، لكن أطلق عليك هذا الكلام. صلي إلى الرب لينهي، صلى إلى الرب لينهي خدمته وحياته، فلم يعد للحياة معنى له. إيليا لم يكن إنسان طبيعي، كان رجل ناري، كان رجل مصلي، كان رجل مستخدم، كان كلمته ما تنزل الأرض. شو حصل؟ شخص يتحرك بقوة رهيبة يطلب النار فكانت تنزل من السماء وتأكل الذبيحة. ماذا حدث له حتى نسي كل شيء وابتدأ يريد أن ينعزل عن الآخرين ويبقى لوحده؟ تعرض إلى كلمات مسحورة من فم إيزابل عن طريق إنسان. كثيرين لا يعرفون أسلوب إيزابل هذا في لعنهم. يجيني خادم يقول لي شكايات. تعرف الشكايات شو بتدخل؟ تعرف؟ بتدخل انعزال، بتدخل تشويش، بتدخل عدم تركيز، بتدخل ضياع، طلب للموت، ما بدي أحكي، راحت القوة النارية اللي جواتي، ما بدي أدخل أصلي، ما بدي. وبعدين بين قوسين أنا مش عارف مالي، مش راح يفكر باللي زرع هذه البذار إنه هي إيزابل. مؤمنين كثار ما يعرفون طريقة إيزابل في هذا الموضوع، يظنون إنهم لا يمكن أن يلعنوا من إيزابل الساحرة. روح على الخادم لك شو عم تحكي، مؤمن يلعن؟ طب لاحظ شو عم يحصل فيه، ما إيليا الناري أصبح تحت روح الموت. أنا ما جبت كلام من عندي، أنا كل كلمة بحكيها بعطيك آية. طلب الموت لنفسه، كفى يا رب. ترك غلامه الرقيب، ترك الخدمة، انعزل، دخل للكهف، دخل في خلوة. حلو تدخل في خلوة مش غلط، لكنه دخل نتيجة حرب، نتيجة حرب من إلي من إيزابل. هذا ما يحدث معك من علامات عندما تكون تحت لعنة سحر إيزابل بالكلام. هلا انتبه أكثر شوي. لذلك يجب أن ننتبه من لعنة، أنا بقول لعنة هفهمك ليه لعنة، من لعنة سحر إيزابل. ونحن نلعن وندين بجهل، نحن بتكلم، أنا ما قلت أنت، بقول نحن نلعن وندين بجهل الخدام والمؤمنين بكلامنا. ليه هذا المؤمن أصيب بالمرض؟ تعرف ليه؟ مش لأنه عنده خطية، نو. في شخص استخدمته إيزابل عن طريق الكلام في لعن هذا الإنسان وأصبح تحت ضربات من العدو. نقول إن فيهم، أعيد هذه الآية،
لذلك يجب أن ننتبه من لعنة سحر إيزابل، ونحن نلعن وندين بجهل، بجهل مش بقصد، لأن بعدين تجي تقول لي أنا مش قصدي وأنت بتلعن، أنا مش قصدي. الخدام والمؤمنين بكلامنا، ونقول أن فيهم شياطين أو لديهم إيزابل، ونحن متأكدين أنهم من دون الروح القدس. نحن نسمح، اسمع، نسمح لإيزابل أن تضع السحر في أفواهنا لكي نستخدمه ضد أخوتنا، ونوقف خدمات مثل ما حصل مع إيليا، خسر خدمته، خسر دعوته. الرب قال له روح خلي محلك إليشا، روح اعمل ياهو ملك، روح اطلع، خلص انتهى دورك. انت بتعمله، انت بتخلي هذا المؤمن الناري اصبح في برودة روحية اتجاه خدمة الرب والشركة مع المؤمن. تعرف لو انت عملت بهذه الطريقة انت قتلت مؤمن. لما الدين مؤمن بجهل انت قتلت مؤمن. يا رب خذني، انت قتلت مؤمن، عم تقتل مؤمن. سحر إيزابل شو عمل؟ إيليا اللي عنده 7 معجزات رهيبة، اقام ميت، كثر الزيت، نزل النار، مرتين صلى نزلت نار، اكلت 50 بـ50، نزل مطر، وقف مطر، رجل ناري. شو حصل؟ حتى لو كنت رجل ناري لازم تنتبه على كلامي اليوم. من سحر إيزابل أوقف مش بس سماعك لصوت الرب، ولا بس دخلك في تشويش وعدم تركيز وعدم انتباه، لكن أوقف معجزات إيليا، جعله يخسر مكانته كقائد روحي ونبي لشعب الرب. صدق بسبب تصديقه وهروبه من أمام إيزابل. إيزابل تريد إيقاف روح النبوة. الخادم المحارب، خليها جواتك هاي، الخادم المحارب لازم يكون عنده تمييز أرواح، يكون عنده روح النبوة. فإيزابل توقف عندك سماعك لصوت الرب، تمييزك للي أنت بتجتاز فيه، مش قادر تميز أنا ليه هيك. أول ما تسمع أو يطلع منك كلمة أنا مش عارف ليه بتحصل، أنا مش عارف، أعرف أنت دخلت بعدم بالتشويش وعدم التركيز. مباشرة مباشرة ارجع احصد أو دور على الروح اللي دخل، واللي هو أكثر الأوقات يكون إيزابل. لن تقدر أن تقتحم حياتك من خلال أمور أخرى إيزابل، حتى لو عملت لك موريات الشهوة وغير الشهوة ما قدرت تقتحم حياتك بها. أنت محصن من هذه المواضع، محصن من الخطايا. شو تعمل؟ تهيج عليك المؤمنين والخدام لكي يلعنوك بكلامهم الذي تضعه هي في أفواهم، فتشعر أنت بالضعف وبالبرودة الروحية. خلصنا 3 نقاط من درسنا. شفتوا إيزابل كيف تشتغل؟ فانتبه على كلامك، انتبه. طيب السحر أو رقم 4 اللي بده من، يعني الروح شو بده منك أكثر؟ وصلك إلى نقطة الموت، بس ممكن وعظة، رسالة، تسمع برنامج على الزوم، تدخل في عملية خدمة، تسمع صوت معين من الرب يعيدك، يبتدي يشتغل في طريق آخر. يبدي هذا الروح أو السحر يجعلك تنسى من أنت. يعني كيف؟ يعني ينسيك هويتك الحقيقية. ما هي هويتك؟ لو حدا سألك قال لك أعطيني هويتك الروحية، ما هي الهوية الروحية اللي أنت تحملها؟ أنا أحمل هوية أنا ابن ملك الملوك، أنا ملك ابن ملك، أنا أحمل أنا بر الله في وجه يسوع المسيح، الروح القدس أو روح يسوع الأعظم الأكبر الأقوى يسكن فيه، مش روح العالم. طب كيف تشتغل عليك هذه الأرواح حتى تخليك تنسى هويتك؟ لاحظ 1 يوحنا 4:4، أنتم من الله أيها الأولاد، كلام للمؤمنين، وقد
غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. هاي هويتي، الذي في الروح الفية، روح القدس الذي في هو أعظم من الروح اللي في العالم. إذن أنا هويتي لازم أمسك فيها. العدو شو بيعمل؟ ينسيك الوعود إنك يجب أن تكون شخص مبارك في دخولك وخروجك. الابن هو شخص مبارك. دائما لما تقول أنا ابن للرب أو أنا ابن الملك، أنت شو بتقول؟ أنت بتقول ثلاث صفات على الأقل لازم تنطبق عليك. شو هي الصفات اللي لازم تنطبق عليك؟ أنا مبارك في دخولي وفي خروجي، كل ما أصنعه لازم ينجح، أنا عندي وعد أنه أزدهر وأكون في رفعة. من وين جبنا هذا الكلام؟ جبناه من خلال صليب يسوع اللي خلاني ابن. هذا وضعك القانوني في الملكوت. في الملكوت أنت أمام الرب لازم لما تصلي أو تقف في رقم أربعة لازم تعلن أنا ابن، أنا بر الله، أنا عندي روح الله، أنا ما عندي روح العالم. طيب أوكي اتفقنا. كونك ابن لله تنطبق عليك البركات. طب شو البركات اللي إلي؟ كتاب يقول تكون مبارك في دخولك وخروجك، تكون مبارك مواصلتك، يكون مبارك نسلك، تكون مبارك، تكون تثنية 28 راح تقرأ فيها أكثر من 16 آية تتكلم عن البركة. ارجع اقرأها ويقول لك فوقها تكون ناجح وصحيح في كل شيء، ويقول لك فوقها تكون في الازدهار، تكون في الارتفاع، لا تكون في الانحطاط، تكون مرتفع. هذا وضعي القانوني. طيب لما تكون أنت مهاجم من أرواح السحر اللي حكيت عنها اللي بدها تسرق هويتك، تبتدي تصلي هاي الصلاة اللي صلاها داود، أنا دودة ما عندي قيمة. تدودة؟ أنت تراب؟ لا لا أنا بتواضع. هذا مش تواضع، أنت ابن، أنت ابن. لما تدخل في نوع من الصلوات أنا دودة حقيرة وأنا خاطي وأنا مش عارف شو وأنا تراب وأنا مزدرى وغير موجود وأنا وأنا وأنا، تصغر من مقامك، تصغر من قيمتك، تصغر من وضعك الروحي، تصغر من اللي أنت فيه، أنت عم تشعر بأنك لا شيء، أنت عم تنسى أو تتناسى من أنت في المسيح يسوع. من صلواتك أنا أقدر أعرف أنك أنت واقع تحت فقدان الهوية. ليه فاقد هويتك؟ إذا شعرت بتغيير في حياتك الروحية وابتديت تمل من العبادة، اسمعني، كيف أعرف أني أنا فقدت هويتي؟ تمل من العبادة، ما تحب الصلاة، ما تحب الجلوس مع الرب، ما تهتم بالأمور الروحية، صلي بألسنة ما تصلي بألسنة مش فارقة معك. لما واحد يجي يقول لك الرب يباركك تضايق، متى تسمع هاي الكلمات؟ تسمع كلمات البركة. ليه؟ تبع على كلامي، أنت كابن من حقك تسمع كلمات البركة، تكون في الارتفاع، من حقك تكون مثمر، من حقك من حقك من حقك. لما تكون تحت تأثير السحر وفاقد هويتك أنت راح تكون في هذا المستوى، تشعر كأنك تحت دينونة، تشعر أنك مذنب، تشعر بالشفقة على النفس. أمام الناس أنت مؤمن، لكن جواتك أنت في ملل، مليت، مليت من العبادة، مليت من الكنيسة، مليت كل يوم أصلي وأكرر الصلاة ومش عارف حتى أزيد كلمة على الصلاة، وتعبت من الصلاة وتعبت من الجلوس في محضر الرب. وداخل داخل 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 إلى أن توصل إلى مرحلة الرب ما عمل لي ولا شيء، السحارين عملوا لي. تعرف المؤمن؟ مؤمن، مؤمن مسيحي، يقول لك السحارين عملوا لي. شو ودك على السحارين؟ لما أنا حاولت مع الرب، حاولت حاولت حاولت، فقدت هويتك. أنت مش عارف أنت مين، أنت مش عارف كلمة مسيحي معناتها المسيح افتداك. عارف بعد خلص
سرق منك هويتك، تشعر دائما جواتك انا عامل غلط، انا في شيء غلط، الرب مش قادر يسا. تشعر دائما جواتك انك مذنب، ودائما تشعر بالشفقه على النفس. اذا كنت لا تحب كل هذه الامور، انه حدا يباركك، ما تحب العباده، ما تحب الصلاه، يجب ان تعرف انه العدو يحاول ان ينسيك دعوتك حتى يسرق فرحك وسلامك الذي هو قوه عمل الرب في داخلك. مش الايه بتقول فرح الرب هو قوتنا؟ طب لو سرق فرحك فقدت قوة الرب اللي جواتك. هذا النوع من الأسحار هدفه ضرب هويتك في المسيح يسوع، يريدك أن تنسى كونك أعظم من منتصر. مش هذه الآيات اللي بنرددها نحن منتصرين؟ دم يسوع هو هدفه ينسيك أنك أنت منتصر، هو هدفه يخليك بالهزيمة، يقوم عليك كلية اللاهوت، يقوم عليك مؤمنين، يقوم عليك الدنيا كلها. ليه عم يقوموا علي؟ يخليك تشك، يخليك تتشوش، هو أنا صح ولا غلط؟ هو هاي أنا مركز، أنت ابن ملك، شو صح شنو غلط؟ عم تحكي هذا العدو عم يا معقولة كل هدول الناس مش فاهمين وأنا اللي فاهم؟ نعم نعم نعم، مشوش، مشوشين، مشوشين. أنا عم بعطيك آيات، أنا ما جبت شيء من عندي، أنا بعطيك آيات، كل فقرة بحكي فيها بعطيك آية حتى تعرف مركزك، حتى تعرف منو أنت. قلت لك آية يريدك أن تنسى، أن تنسى، اسمع كلامي، تنسى. شو اللي أنسى؟ إنه يسوع انتصر وأنت منتصر في المسيح يسوع. لو العدو قدر أن يخليك تنسى هويتك وتنسى أنك منتصر، ونساك أنك أنت مثمر، ونساك لازم تكون بالارتفاع، ونساك لازم تكون مبارك في دخولك وخروجك، وبطلت تحكي بهذه الآيات وتعلن هذه الإعلانات، شو رح يحصل؟ إن استطاع العدو أن ينسيك هويتك فقط، فأنت سوف تتوقف على أن تسبب أي أضرار في مملكة العدو. خليه يسكت، اللي يسكت يسكتك. أول ما تسكت وتبتدي أنا دودة، وتبتدي أنا تراب، وتبتدي أنا ما أسوى، وشفقة على النفس، وتبتدي أعرف أنت انسحرت، أعرف أنت دخلت في مجال سيطرة العدو، أعرف أنك أنت انشغلت بنفسك بذاتك، أنا 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 وقفت تأثيرك على مملكة إبليس، فقدت خدمتك كمحارب، فقدت مركزك كمحارب، رجعت للبيت. خليني أصوم، يمكن لو صمت 50 سنة رح الرب يرجع. مش موضوع صوم، موضوع روح شريرة عم بتهاجمك، هذه الروح بدها تفقدك هويتك. لا خليني أصوم، وتذلل نفسك وتصوم. لماذا صمنا ولم تسمع؟ لماذا أذلنا أنفسنا ولم تلاحظ؟ موضوع روح، الموضوع مش انك انت فيك شيء، مش انت، انتبه. لذلك هو سوف يطلق سهامه النارية على ايمانك لاسقاط درع البر من على جسدك، ليفقدك التمتع بالعبادة والكلمة والتسبيح والخدمة واطلاق المأسورين. انا عم بعطيك صورة للي انت بتجتاز فيه، انا ما قلت لغاية هلا الصورة الأكبر. نسيت كونك ابن للرب، نساك كونك ابن للرب. لذلك كيف تصرف؟ كيف استرد موقعي؟ لازم تثبت في الكلمة وتكون حازم جدا مع إبليس، لا تسمح له أن يسقط هويتك ويكسر درع الإيمان الذي يحمي قلبك من سهامه، وتتجنب أفكار. يجي واحد يقول لك ما أنا بطلع شياطين، وما أنا وما أنا، وأنت شو كله غلط اللي أنت. لا، هو عم يسقط هويتك. كن حازم وكن ثابت. ما تتخيل أنه أنا تعرضت لهيك نوع من الهجوم؟ طبعاً تعرضت عشرات المرات. ليه ما أثروا فيه؟ طالع وعم بوعظ، وعندي كنيسة وعندي خدمة، وعند راح أعمل أوتريش، عندي نشاط. ليه ما بيأثر فيه؟ لأنه قررت أنه يكون حازم، ما بعطي إذني، بسمع له، ما بخليه يسرق هويتي، وبصد السهام من خلال درع الإيمان. مش رح يقدر يسقط الدرع اللي على جسدي، مش رح يقدر يوجه سهامه إلى قلبي. أعرف لما تشك،
لما تشك وما تركز وتفقد هويتك، شك ما تركز تفقد هويتك، أنت دخلت في مجال السحر اللي العدو بيطلقه على حياتك من خلال الآخرين. خليني أحكي لك اختبار. كثير من الأوقات حاول إبليس معي أنا شخصياً أن ينسيني كل ما دعاني الله من أجله. تتخيل أنه ما حاربني؟ حاربني، وراح أحكي لك اليوم كلام وراح أفهمك كيف حاربني. يمكن بعض الأخوة يختلفوا معي ولا تحكي هذا الحكي، لا بدي أحكي ليه، لأنه بدي أفهمك كيف يحاربك. إبليس حاول مرات كثيرة أن يسمعني كلمات دينونة على حياتي، سمعني. رأيت إبليس هو يوجه ضربات الأسرتي، ضربات زوجتي بالمرض، ضربني أنا أيضا بالمرض، يحارب أولادي بشدة، يحارب كنيستي بشدة، حارب سمعتي. في ناس كثير يعرفون كيف إبليس حارب سمعتي، مش بس هيك، هو حارب حتى فريق الخدمة، حارب أختي كوثر، حارب أختي يولا، حارب أختي هيام، حارب الكل. ليه بيحارب؟ حارب بالهجمات الجسدية والأمراض، وحارب حرب قائمة، حرب قائمة بشكل غير طبيعي، هجمات حقيقية، مش بنلعب، كنا بنحارب بقوة. بس انتبه، لما أقول أنا في حرب علينا، هذا مش معناه إنه إحنا أصبحنا ملبوسين بشياطين أو أرواح شريرة لأنه تعرضنا لهذه الهجمات من السحرة. بعض الأوقات للكنيسة يجوا عندي بعض الأوقات ساحرات. قبل يمكن جمعة أو اثنين شخص كلمني عليه سحر، وهو طلع ساحر بس ما يقدر يضرني. تبع على كلامي، هجمات موجودة، أنا ممكن أشوف العدو كيف عم يتحرك، لكن في فرق بين أني أهرب إلى الجبل وأقول خذني وأقول خلص وما بدي، وبين أني أمسك سلطاني وأقاوم وأكسر قوة السحر اللي أطلقتها روح إيزابل وكل الأرواح الشريرة اللي تريدني أن أفقد دعوتي ومكانتي وخدمتي. ما تقدر تكون محارب بدون كلفة، ما تقدر. في كلفة غالية بندفعها، بندفع كلفة غالية. بتشوف ناس تخصك، تشوف ناس من الفريق اللي يشتغلوا معك يخدموا معك، هذا انضرب، هذا سقط، هذا وقع وتعوق، هذا مش قادر يعيش، ليه كل هالفوضى علينا؟ له هدف، الغي الهوية، الغي المكانة، الغي المكانة. كل ما كنا أكثر حازمين وثابتين وعارفين هويتنا، السهام راح تجي، لكن هذه السهام الملتهبة راح تضرب في الدرع اللي موجود على صدورنا وراح تسقط، راح تضرب، حتوجعك، لكن مش راح تقدر تنغرس جوات قلبك. ليه؟ لأنه قلبك للرب. وهون بدي أدخل هلا للنقطة الأهم. في كثير من الأوقات ناس تقول لي ليه عم بتصلوا بألسنة؟ لماذا في أوقات كثيرة نصلي بالألسنة وبقوة؟ تعرفوا ليه؟ لأن لما تصلي بالألسنة أنت تقفض هذا النوع من الأسحار الغير معلن. لو كانت قدامك روح شريرة عم تتعامل معها أنت هرب اسم يسوع، لكنه يجيك بالتشويش، بالارتباك، بالهوية، بالخيبة الأمل، بالكلمات من ناس أنت ما تعرفها يطلقون عليك كلمات. الحل الوحيد لمقاومة هذا النوع من الهجمات أنك تصلي بالألسنة. نقف ضد هذا النوع من الأسحار الذي يهاجم بشراسة إيماننا ودعوتنا من خلال التكلم بألسنة. لذلك إبليس وبعض إبليس وبعض الكنائس شو بيعملوا؟ يحاربون المؤمنين المصلين بألسنة بحجة التشويش. صح، في ناس بتشوش، لكن الكتاب يقول لا تمنعوا التكلم بألسنة. الكتاب بيقول لساتها موجودة. الكتاب بيقول صلي بالروح. الكتاب بيقول رتل بالروح. ليه بيقول لي كل هذا الكلام وانا مش فاهم؟ وبيقول لي صلي بالروح، انا مش فاهم الكلمات اللي بتطلع مني. انت مش فاهم، لكن انت من خلال الألسنة بتحارب هذا النوع من الأسحار.
لذلك إبليس وبعض الكنائس يحاربون المؤمنين المصلين بالألسنة بحجة التشويش، لأنهم يعرفون أن الطريقة الأكثر فاعلية لكسر السحر وفقدان هويتك الروحية هي عندما يوقفون صلاتك. ولكن عندما ترفع قلبك إلى الرب، تبدأ بالصلاة بالألسنة وتبدأ بالصلاة بالروح، الرب يسكب تمييز أرواح، تسترد مكانتك الروحية، تبدأ روحك تمتلئ بالنار من جديد، تشعر أنه المواضيع اختلفت عندك. كل مرة كنت أواجه حروب على أسرتي والكنيسة وفريق الخدمة وفريق الترنيم وأولادي، ما عندي، ما بعرف من وين اجي هذا الروح، ما بعرف كيف دخل، ما بعرف. يجيك ابنك مشوش، يجيك ابنك الثاني يقول لك انا ضايع، انا مش عارف اعمل قرارات، وانت لازم تعمل قرارات دليل عني. اعرف انه دخلوا في تشويش، كيف تتصرف؟ مباشرة ابدي اطلق الألسنة، ألسنة ألسنة ألسنة. اول ما تطلق الألسنة في موضوع التشويش، عدم التركيز، أرواح الموت وفقدان الهوية، شو يحصل؟ يحصل اختراق في عالم الروح، اختراق كبير في مخططات إبليس. ليه؟ لأنه مش فاهم لغتك، عم تجي الضربات من أماكن هو مش عارف من وين، زي ما أنت عم تجيك الضربات بالتشويش مش عارف من وين، هو أيضا راح ترجع عليه عن طريق الألسنة، عن طريق صلواتك، هذه الضربات تردها عليه بقوة. فالهجمات اللي تيجي عليك هو راح يصاب بالتشويش. دائما اقول لك انت دمرت مملكتنا، انت عم تاخذ ناس من مملكتنا، انت عم تحرق مملكتنا. كيف عم بحرق؟ شو بعمل؟ بتصلي بالألسنة، بتصلي بالألسنة، بتطلع اوامر، بتنتهر الارواح اللي انت مش عارف اسمائها، انت مش عارف الروح اللي بيهاجمك. هو تشويش، هو هوية، هو موت، هو سحر، هو خوف، انت مش عارفه. لذلك العدو ركز الكنيسة، وقفوا التكلم بألسنة، وقفوا. ليه؟ لأنه بيشوش على مين حبيبي؟ بيشوش على مين؟ إذا صليت الألسنة صح في الكنيسة تتحول نبوءة، فالعدو ما بده نبوءة وما بده ألسنة، يقول لك اسكت اسكت، انتهى انتهى، لا تصلي بألسنة، انت بتصلي بألسنة والعدو تنزل ضربات عليه، انت بتصلي بألسنة والعدو تنزل ضربات عليه ويحترق، وتصلي بالألسنة مش عارف انت شو عم تحكي، لكن الرب عارف، عم يستخدمك في تشويش وإلغاء السحر اللي طلع على حياتك. أذكرك، هجوم إبليس ما يعني أنك أنت متلبس بالأرواح، انتبه، مش تجي تقول لي أنا مشوش فأنا أنا ساكن عندي أرواح شريرة، لا، هذا النوع من الأرواح يشوشك، يعني ما يخليك يكون كروح شريرة ساكنة لما يدخل في أشخاص غير مخلصين غير مؤمنين، يتحول إلى روح شريرة ساكن مقيم. لكن أنت مش متلبس بأرواح شريرة إذا صار عندك هذا الموضوع، لأنك أنت لو متلبس بأرواح شريرة رح تعرف أنك أنت متلبس، وتقول أنا تايه بسبب سكن الأرواح الشريرة فيها. مجرد ما تمسك سلطانك وتصلي بالروح وتصلي بالألسنة وتصلي باللسان، أنت رح تعمل اختراق. تقدر تصلي لنفسك، تقدر تصلي للآخرين معك، وتعمل اختراق. نأخذ النقطة الأخيرة، العلامة رقم 5. حكينا عن 4 علامات، وصلنا للنقطة رقم 4، نأخذ فيه 5 دقائق. أنا مكتئب، نسبة الكآبة عالية، وشاعر بالإذلال، وبدي أمشي. باي. مالك يا سي سوسان؟ أنا شاعر بالاكتئاب. أنا مكتئب، وشك نزل، ضحكتك راحت، اصفر عيونك، اصفرت ومش عارف شو، وباي، ابقى شوي، لا باي، أنا طالع، أنا ماشي، أنا ما بعد أتحمل
هدول الناس شو عم يحصل معك؟ قال في حرب علي من الداخل وفي حرب من الخارج، وأنا داخل بالاجتماع ومش فاهم ولا شيء، وما حدا عنده حل إلي، وما حدا قادر يساعدني، وشكوى شكوى شكوى شكوى. أول ما تجيك وتلقط شخص عم يقوم بهذا العمل ويشعر بنفسه بقيمته، إن هو تحت اكتئاب ومذل ومش عارف يضحك ويتفاعل، أعرف وبدي أطلع. وأول ما تنجزه بقول لك خلاص نقزوني. جميعنا ممكن نتعرض للإحباط من وقت لآخر، ولكن في حالة وجود هجمات من أرواح السحر تجد نفسك تريد فورا أن تخرج من المكان مع كآبة عالية، أو تستقيل من عملك ووجودك في مكان يطلق السحر هدفه اصطياد رجال ونساء الله الحصادين المستعدين للحرب. أعيد هذا الكلام، يمكن مش واضح بالكتابة. ما في عندنا كل شيء كامل. نصاب بالإحباط بعض الأوقات من أشخاص، بالعمل، من أمور مادية، نصاب بالإحباط عادي، كنا نصاب بالإحباط. لكن انتبه، رح أميز لك هجمات من أرواح السحر. تجد نفسك تريد فورا أن تخرج من المكان مع حزن وكآبة عالية، أو تترك عملك تستقيل. أول ما تدخل العمل قلبك ينقبض، ما بدي أكمل، ما بدي أقعد في هذا المكان، خصوصا إذا كان الموظفين اللي معك عندهم أسحار، أو حكوا عليك قبل ما تيجي، أو لما خرجت لعنوك بالكلام. فأنت أول ما تدخل يضربك هذا النوع من الأسحار، فتلاقي نفسك مكتئب، تلاقي نفسك حزين، تلاقي نفسك تشعر أنه أنا مذلول في المكان، خليني أمشي. المؤمنين شو بيعمل معاهم العدو؟ أنت رايح تخدم وقررت تخدم في المكان، والمكان العدو حرك عليك ناس، أنت شو هدفك من المكان؟ هدفك توصل الكلمة، وهدفك تعيش، وتظهر شو هدفك يعني. هو بده يصطاد رجال ونساء الله الحصادين المستعدين للحروب الروحية. واحد قال لك أنا بدي أخدم، طب يلا تعال أخدم، تفضل، أهلا وسهلا فيك، شو اللي معطلك إنك تخدم؟ قال بس أنا المكان اللي بخدم فيه أول ما بدخل قلبي بيتقبض، وبس اسمع كلمات الدلارش وتحبت، وما بدي أكمل، وما بدي. هذا النوع من السحر هدفه اصطيادك. ليه بده يصطادك؟ لأن عارف إنك أنت صياد. كيف يصطادك؟ لما يخليك تشعر بالضيق والكآبة والإذلال وتفارق، اصطادك خلاص، أصبحت أنت السمكة. تجد نفسك تذهب إلى بيتك، اسمعوا لهذه الكلمات، تذهب إلى بيتك بعد ما اصطادك العدو بالكآبة والذل، شعرت أنك أنت مهان وما قدرت تعمل شيء بسبب كلمات أطلقت عليك بالمكان، أنت حتى ما سمعتها، لكن أنت تكأبت، أو ممكن سمعت كلمة العدو اصطادك فيها. ترجع للبيت، شو بتعمل بالبيت؟ إلى بيتك، ما ترغب بالتحدث مع أي شخص، لا مع زوجتك لا مع أحدا، وتركض على السرير وتخلي راسك جوات المخدة وتغطي نفسك، وتبتدي تفكر تفكر تفكر، ويجي العدو يهاجمك ويهاجمك ويهاجمك ويهاجمك. تصبح مرهق مرهق مرهق، أنا شاعر بالإدلال، أنا مش راح أروح هذا المكان مرة أخرى، مش راح أدخل هاي الكنيسة، ولا راح أدخل هذا الزوم، ولا راح أدخل هذا المكان، لأنه أنا شعرت بالمهانة. أنا ما صار شيء، العدو استخدم السحر ضدك بس صادك. دانيال 7:25، ويعير العلي وينكل بقديسيه. مين هذا؟ هذا السحر، هذا الشياطين يحاول أن يغير الأوقات والقوانين، فيذل القديسين، يذل إذلال 3 سنوات ونصف السنة. واحدة من وظائف إبليس يذل، يشعرك بالإذلال، يشعرك بالكآبة، يشعرك بأنك أنت مو قادر أنك تمسك سلطانك. طب لو أنا شعرت بالإذلال كيف أتصرف؟ أكثر ما يهتم به إبليس سرقة
هو هذا اللي هو هذا الهدف. انت رايح، انا بطل رايح اصطاد، يصيدك. سرقت عملك للرب وخرجت من ارض الحصاد، هذا اللي بده اياه. هاي الفكره، يصطادك التي وضعك فيها الرب. خليني اسالك سؤال، فكرت ليه الرب حكى هاي الكلمات؟ ليه الرب قال الحصاد كثير والفعل قليلون؟ ما احنا كل يوم عم بنشوف الفعل ما شاء الله على الفيسبوك وعلى الكنائس ومؤتمرات والدنيا مقلوبة. طب ليه قليلون؟ ليه بيقول قليلون وانا بقول لك قليلون؟ لماذا الفعل قليلون حبيبي؟ لان معظم المؤمنين يستسلمون لخطط ابليس، يستسلمون لاتهامات ابليس ويتركون خدمتهم ويستقيلون او لا يكملون دعوتهم بسبب شخص اطلق عليهم كلمات سحريه من فم ابليس جعلهم يكتئبون يتضايقون ويقررون المغادره وترك الخدمه، حتى لو كان الكلام غير مقصود، حتى لو كان طلع كلمه من خادم حكاها بطريقه معينه. اول ما تطلع الكلمه شو يعمل ابليس؟ خلاص حكى عنك وقدام الناس، واو خلاص انت ما ضل لك قيمه، كرامتك داست. طب ما انا مرنم، ما انا قائد تسبيح، ما انا مسؤول خدمه، مش مهم مش مهم. في مره حضرت خدمه، مسؤول القسيس طلب من شخص مسؤول عن العطاء، فقال له للشخص، قال له اجمع العطاء. بعد ما خلصوا جمع العطاء قال له احسب العطاء قدام فلان، قدام فلان، وابتلع عض لسانه. ليه بتقول لي احسب قدام فلان؟ انت مش واثق مني؟ لا مش واثق منك، بس فلان عنده داخله مخاوف وشكوك، واحنا متفقين احنا ما بيناتنا مشكله. لا هو وزوجته ابنه وبنته والكل ترك الخدمه وترك الكنيسه. ليه يا عمي تركت الخدمه؟ ليه استسلمت؟ انت عندك خدمه جمع العطاء، انت مسؤول عن ماليه الكنيسه، انت مسؤول، انت مسؤول. لا باي. ليه باي؟ لانه مش قادر اتحمل، استسلمت. استسلم لخطه العدو، استسلم للاتهام، استسلم وما فكر انه هو عنده دعوه. صادك العدو بالسحر، صادك العدو كآبه يتضايق، مش قادر اشوف الاخرين. اصبحت الكنيسه اليوم تعاني من هؤلاء المؤمنين، لانك لو تكلمت مع مؤمن او كما يقول الكتاب عض وبخ وانتهر، تجد المؤمن يغادر، باي انا استقاليت ما بدي اجي. جميع الكنائس من حولك تقدم له العروض للمجيء حتى ينضم اليها، المهم زياده الاعداد. حتى لو كان المؤمن القادم مصاب بالاكتئاب والتعب، فلا احاول تصليح ما اصابه من جروح، بل الاهم ان تزداد خرافي وليس خراف الرب. خدمات كثيره لم تكتمل كان السبب فيها ان الخدام تركوا خدمتهم على النص وغادروا المكان بسبب تلقيهم كلمات سحر وضعها ابليس فيهم الاخرين. لذلك لما اتى الرب قال الحصاد كثير، هو كان فعلا يعرف مستوى افكار الفعل، انه بنص الحصاد بربع الحصاد، ليه احنا جينا من الاول؟ ليه اعطيتنا زي ما اعطيت للاخرين؟ في شكوى مستمره من الحصادين، اذا الحصاد توقف والخدمه انتهت. السبب الشياطين، السحر. بحاول ابليس بكل جدية ان يخفي المواهب الروحية في الكنيسة زي ما حكيت، وخصوصا موهبة التكلم بألسنة، 1 كورنثوس 14. اذا ايها الاخوة جدوا للتنبؤ، لا تمنعوا التكلم بألسنة، ولكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب، هذا صح 100%. لذلك ان كنت تشعر بالاحباط او بالاكتئاب، إذا سمعت أخ أو أخت، انتبه، إذا واحد من الناس اللي حولك بالكنيسة حكى لك هذه الكلمات، أخ أو أخت حكى لك، كفاية أنا بدي أرجع إلى عملي القديم وأترك الخدمة. العالم أفضل من الكنيسة والمؤمنين، وسوف أرجع للعالم.
واحد يجي يقول لك خلاص العالم افضل، ما بدي اكفي بالكنيسه، انا بدي اترك، انا بدي ارجع اشتغل، انا بدي اعيش من ذراعي، انا بدي اعرف انه دخل في مرحله من هذه المراحل الاكتئاب. او انت تسمعني الان وقلت بداخلك من ايام لا اريد ان اكمل، تعبت، لم يعد لدي القوه، ارغب بالرحيل وترك كل شيء. اعلم انك تواجه ارواح السفر على حياتك، وابليس يريدك ان تغادر فورا فورا لكي يخرجك من حقل الرب. هذا ما يمكن أن يفعل السحر في كثير من المؤمنين والكنائس اليوم. إبليس لديه كثير من الأفكار، كثير من الأسحار. لا تتخيل إبليس غشيم، بده يلعب معك. هو ملاك ساقط من سنين طويلة، عنده خبرة قديمة أكثر من خبرتك، بس أنت عندك الكلمة تقدر تحارب فيها. لذلك يجب أن تكون واعي لما سمعته مني اليوم من الأمور الخمسة من الشواهد الكتابية. أنا خليت لك على كل واحد من الخمسة شاهد كتابي لكي تستعيد وضعك الطبيعي في الملكوت. لذلك قبل كل شيء يجب أن تعرف من أنت. لما تعرف هويتك في المسيح، كل هاي الأمور الخمسة البقية رح تسقط واحد بعد الآخر. هذا سوف يسبب تهديد قوي لمملكة إبليس. يجب أن تعرف أن الخوف، الفشل، الاكتئاب، التشويش، عدم التركيز، التفكير بالموت والانتحار والترك والهجران وإسقاط الهوية، هذا ليس من الرب في حياتك. رب خلقك وهي صليها، رب خلقك للازدهار، للإثمار، للبركة، خلقك لقصد ودعوة إلهية، فلا تتأثر وتزحف خارج حقل الرب لأن هناك شخص قام بلعنك أو إبليس وضع أسحار في فمه ضدك. استخدم سلطانك، صلي، انتهر من كل واحد من النقاط الخمسة إن كانت واحدة من النقاط الخمسة معك انتهرها. صلي باسم يسوع والرب يباركك. آمين. آمين آمين. يسوع يباركك السيس. صراحة عظيم. الرب يباركك بصراحة. آمين آمين. أكيد مرة على كثير أشخاص مرأت.